انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة مشاهد للحيوانات وهي تغزو شوارع المدن بعد أن خلت من سكانها بفعل الحجر الصحي وأيضا فيروس كورونا. لكن المشهد الذي انتشر يوم أمس كان مميزا جدا وخطيرا أيضا في آن واحد، فعدد كبير من هذه الحيوانات البرية وهي الخنازير المتوحشة شوهدت في شوارع حيفا، وهو مشهد لم تعرفه المدينة يوما. فالخنازير البرية هي واحدة من أخطر الحيوانات، وعادة ما تتخذ من المناطق الحدودية النائية موطنا لها. وبحسب خبراء فأن هذا النوع من الخنازير والذي يتحرك في قطيع كان يغزو المدن ليلا في الماضي، لكن ومع إغلاق المدن ولجوئها لحظر التجول خشية انتشار فيروس كورونا، ارتأت هذه الخنازير تنفيذ غزواتها وبكل هدوء في وضح النهار. تسببت بإغلاق شوارع عدة وأيضا بترويع للحيوانات الأليفة الأخرى، وسببت رعبا عاما لدى السكان. حول هذا الغزو من الخنازير البرية، دعونا نستعرض أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الخبر. والبداية طبعا من قصي الذي غرد قائلا: قصي هذا من أخطر أنواع الحيوانات وصيدوه يقولون دائما أنه لا يموت بإطلاق النار عليه من شدة سمك جلده. هذا ما قاله قصي. أما مصطفى فقال حول هذا الموضوع: من حسن حظ الناس اللي حواليه أنهم مش جوعانين، لأنه رح لو كانوا جوعانين رح يتأذوا كثير من شراسة هذه الخنازير البرية. أما سمير فقال: هذه مواطن طبيعية للخنازير البرية، والبشر هم الذين استوطنوا مناطقه وليس العكس.